أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير إنه بكل شيء بصير أمن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط. ماذا عساني أن أقول في يومك هذا؟ هذه اليوم هو الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدي تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته، وكأنه رحل بالأمس بمشاهدتنا لهذا الحشد الكبير الذي جاءوا ليساندونا ولزيارة قبره في هذا اليوم، وكأننا نراه يموت بالأمس. فهناك حزن وهناك فرح، اختلط الحزن بالفرح، الفرح لمشاهدة هذه الوجوه كلها التي جاءت لتؤازرنا في هذا اليوم، فأكيد أن روح والدي فرحة بهذا كذلك، وهذا هو عزاؤنا كذلك، أنه في يوم كهذا ليس هناك مجال للصراعات السياسية، فنرى من كل الوجوه ونرى من كل التيارات ونرى من كل الأحزاب، لأنه رحمه الله كان حبيب الجميع وصديق الجميع وأخ الجميع تغمده الله بوسع رحمته. على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم فقيدنا، اللهم ارحم فقيدنا، اللهم تغمده برحمتك الواسعة، اللهم وأنقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا ودود يا مجيد. اللهم أمطر على قبره شآئب الرحمة والرضوان. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين وسع له في مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة، عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام، أهل القبور من المسلمين وآيد ذنوب لا وكل في ملك يسبحون وحياة لهم.